ما قلبونا احنا عقولنا واش هاد الخدمه هذه. يجوا المروك مع السياسه تاع المخزن وكان تهضر على المخزن يقول لك وكذا 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 شهاده مهبيله. جاو قدامه قال نعطيهم كلمه قال لهم لا تحيا الجزائر راح طلع الفوق قال لهم هيا درك نديروا كلمه هزوا لي بارش تقول لي نحيو في الهندي يا خاوتي طالعين كيما مشيت لهذ المؤتمر الصحفي جاب اسرات. والاخرى الصحفيه قلبوا ربه يطاطع في السؤال يا سيد الرئيس ما رايك في هذه وشي عاودي ما رايك وش بيك وش تمابيل وهزي دروسهم وش كاين وكان بحداك مديت كلمه والله ما تولاتش حتى هبلنا سي داير مؤتمر كيما هكا كيما في العزاز كيطلوا على البالكون ويجي مارشان واش تبيع اشيغ بيع البطاطا الزيت ونبيعوا قداه طماطم يا ولدي هو دير مؤتمر صحفي. وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنتحداكم في هذا الفيديو ما تضحكوش غادي نشبعوا ضحك مع عبد المجيد تبون اللي حالف تاكلوا المغاربه عبد الضحك ولكن غادي نسمعوا الجزائريين وصلوا واحد المرحله اللي لا حول ولا قوه الا بالله. تخيل اللي بغاو ياخذوا الحليب خاصو يجي مع 9 ديال الصباح وياخذ تيكي ويشد الصف ويتسنى الكاميو حتى لديك الجوج ولا ثلاثه عاد يجي الكاميو وعاد ياخذ الحليب وما يفوتش جوج جلدات. يعني ملي غادي يوصل الكاميو مع ثلاثه وانت شاد الصف وشوف شحال قدامك وخصو تيدوزو دوك الاولين عاد توصلك النوبه يعني ما بقاش يتشال ديك الخمسه عاد تاخذ دوك جوج جلدات ديال الحليب وتمشي. وماشي الحليب الناس اللي تفرجوا في الفيديو اللي حطيت الصباح راه شافوا الحليب اللي كياخذوا الماء حتى ديك الغبره اللي كيخلطوا لهم بها ما كايناش الماء. الناس اللي تفرجوا في الفيديو ديال الصباح راه عارفين عليا اش كنهضر وحتى اللي باقي ما تفرجوش ملي سالي الفيديو يرجعوا للفيديو السابق ويشوفوا هاد الحليب اللي كيهضروا عليه هاد الناس واللي خصك تشد عليه الطابور من 9 ديال الصباح حتى ل 5 ديال العشيه. هذا كيعني بانك ما غاديش تخدم النهار مشى يعني في عوض تخرج تخدم على ولادك خصك تبقى شاد النوبه على جوج جلدات ديال الحليب ويا ريتكم كانوا غير حليب. اش هاد الجزائر الجديده كتعيشوا عباد الله وهادشي غادي نسمعوه على لسان جزائري كيعيش هاد الازمه. سيروا قولوا عاوتاني راه المخزن اللي دعمه وخرج ليهم جزائري كيعيش في المانيا وقال لهم علاش ما كيهضروش الشعب الجزائري ما كيهضرش على بوريطا اللي جا وسط بلادنا بهدلنا وعطانا القاصح وزمطنا وسط بلادنا والشعب الجزائري ما كيهضرش عليه. مقدم البرنامج كان مطور قال له هو تبون وسط القمه العربيه وما هضرش معاه وما ردش عليه في وسط القمه العربيه وديما فارعين راسنا بالتطبيع واسرائيل وهذه مال تبون ما جبد التطبيع وسط القمه العربيه وقال بان راه المغرب جابت اسرائيل الى الجوار وكذا وديك الاسطوانه اللي كيضلوا يعطيوها للشعب مالو ما جبداش وسط القمه العربيه. انت تبون وما تكلمش كتسنى من الشعب هو اللي دافع عليك هو اللي يخرج يقول علاش بوريطا جا زمطنا وسط البلاد ديالنا وعاد كتجي الفراجه في الاخير مع الحاج تبون وما فعله مع الاعلام الجزائري. تبهديله واش من تبهديله. نخليكم تشبعوا ضحك مع الفوكه هي اللي عطانا الله في الجوار. نخليكم مع الفيديو نتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير غير دير لايك قبل ما تتفرج فراه تبون حالف تاكلنا غير بالضحك. نخليكم مع الفيديو نتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. وعليك السلام اصي خويا احببتك في الله. الله يحفظك يا سيدي علي مرحبا بك اهلا وسهلا. واش راك لاباس عليك؟ لاباس واش راهم الناس المسيله؟ الحمد لله نعم والحمد لله في الصحه اللي عطيها لنا ربي الحمد لله. في حوايج اخرى في حوايج اخرى كاع زيرو الحمد لله الحمد لله. الله يجازيك ويعطيك خير. الله يحفظك يا سيدي علي تفضل. رانا مازلنا نديرو في لاشين الحليب بالجيطو بالتيكي. حليب بالتيكي؟ بالتيكي لازم يكون عندك تيكي تدي زوج شكاير ودير لاشين ساعة. يا حسرة. هذه اللي راهم دايرين العلاج في الجزائر. حليب بالتيكي سبحان الله. يا سي لطفي. جينا نصور ونبعثوا تصاور خوفنا اللي يبعثونا الشرطه يردونا من ديارنا. صح صح يبعث لك يقول لك حاب تفلق البلاد وتقسم البلاد وحاب يجدد لك. يعطيك الخير يعطيك الخير. تدي تيكي من الصباح من 10 تاع الصباح وتستنى تحبس الخدمه تاعك وتستنى الكاميو يجي على الثلاثه ولا على الاربعه تضيع النهار كامل وانت تستنى بالحليب. هاي كيفاش. ولو كان ينوضونا المجاهدين اللي جابوا البلاد شفت يلقاك هاز التيكي. لو كان ينوضوا المجاهدين اللي جابوا البلاد ينوضوا من الجبانه يبداوا بوتبليغه ويهبطوا. يا سيدي علي يا سيدي علي
نوض المجاهدين يلقون هذين التيكي تاع ما هذا التيكي تاع جائزة نوبل، لا هذه دلتي تاع الحليب. الأخت نزيها الله أعلم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أختي العزيزة، إن شاء الله تكوني بخير. إن شاء الله الحمد لله. الحمد لله. شو بغيت نقول لك أخ لطفي؟ نعم. يا خويا نهني الشعب الفلسطيني. قول لي علاه. باسكو صاي تبو جاب لهم صاي غادي حرر القدس. صاي غادي حرر القدس ومنا كي داير هذه؟ بغينا نفهمها أنا برك هذا مكان. ويا لسه داير أرواح زعما باش تهضر كلمة زعما الصحفيين شا قول لهم تحيا الجزائر أهدر أهدر قول كلمة هذا ما كان تحيا الجزائر زعما زاي خليت لها جبوها صاي هذه هي يا خويا. وشكرا أخ لطفي وبارك الله فيك الله يحفظك. شكرا لك أخت نزيهة. عليك السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك، راك على المباشرة سي سعيد معك لطفي. وي السلام عليكم، لاباس بخير. الله يحفظك يا خويا السعيد، ان شاء الله تكون بخير. الله يسلمك. انا راه عندي واحد الراي، يعني احنا دروك هذو اللي راهم يتلفنوا وكذا ويشوف كونتر على هذا الجزائر ذات حاجه تمشى للعرب، شفت العرب كل واحد متستت واحد كذا واحد دارت هذا المشمل حباوي كريتيكو هات 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 هاكريتيكو بعد هذا برويطة اللي جانت على المروك وزير الخارجية وشتم الجزائر في الجزائر عند في أورو في واحد القناة على ما يهضرش عليه. أنا راني نشوف هاد بلادي وخويا راني نشوف هاد الناس راهم 100% كونتر على الجزائر. مليح 100% يردوا هاد الحكومة ماشي حكومة غير هما جزائريين، الجيش ردوه غير هما جزائر ماشي جزائري راهي هما جزائريين. اما عقلبونا احنا عقولنا مش هذه الخدمه هذه يجوا المروك مع السياسه تاع المخزن وكان تهضر على المخزن يقول لك وكذا وكذا وكذا. انا مانيش عارف كاع هاد السياسيين تاعنا اللي خدموا وتعبوا والجيش وكذا 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 كيفاش دروك؟ انا مانيش فاهم انا هذه كيفاش دروك من بان وجلدتنا يجوا كونتر على 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 جيشهم ولا حكومتهم. اوكي على بالك كاين مقاييس كاين بصح ماشي الى حد هالدرجه. عشكون تهضر اخويا سعيد؟ ما فهمناكش يعني تهضر عشكون يعني هادم 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 شكون؟ هادو اللي راهم يتلفنوا راني نشوف انا خير الحرك راهم يتلفنوا يجوا كونتر على الجزائر وكونتر على الحكومه كونتر على الجيش. سبحان الله غير من هبه ودبه يجي يحكي حاشا يا ودي ما نجملش كاع. شكرا لك. سعيد قال لكم يعني وهذا راي مليح انا كنشوفوا راي مخالف نديفلوبيوه باش نوصلوا فكره اكثر باش اخونا السعيد يفهم باللي رانا مالشنا ضده بالعكس نزيد نوصل الفكره تاعك. يقول باللي الجزائر شافت يعني الجزائر شافت العرب متفرقين وعندهم مشاكل فقررت انها تلم الشمل ودير هذه القمه وتنظمها باش تصلح بين الامور. اين العيب؟ وين العيب؟ وعلاه احنا ضد هذا واش يقول خونا سعيد؟ يقول تانا علاه ما تحكيوش على الوزير تاع المغرب هو تانا اتهم ديجا الجزائر وسبها وطيح فيها الى اخره وعلاه ما تحكيوش عليه؟ زيد تانا قال دوما الناس انتم نحس باللي يعني دوما الناس راهم ضد الحكومه. كيف تكون انت ضد الحكومه؟ هذه نقطه تانا هضرها. وقال باللي يعني ضد جيشهم ونسيت الاخرين قال يعني حتى فوالا قال كيف انتم راكم ضد جيشهم ضد الجزائر فوالا. دونك بالنسبه للتنظيم يا خويا سعيد باش تعلم برك باللي كاينه نوردر كل دوله جاها دالتها باش تنظم تحب ولا ما تحبش سي با يعني انيسياتيف دارتها الجزائر راني حننظم القمه. لا جا دورك تقدر تنظم قابل اذا مش قابل تخلي الداله اذا راك قابل تنظم. الفرق برك انه الشعب قاعد يقول باللي يا سي احنا ديجا شملنا ضاع احنا مخربط احنا ديجا شبابنا ويموت في البحر احنا ديجا يدير لاشين على الحليب بالتيكي. بالك انتم يا خويا سعيد في المانيا الحليب تروح تلقى الانواع كل الله يبارك ربي يزيد ولكن في الجزائر راهي شكاره حليب بالتيكي. فقال لك اوليو نروح ندير قمه عربيه يا ولدي لم مشاكل شعبك. هما مش هم ضد الجزائر وضد الجيش لا هما ضد انك تهتم بامور زايده وتخلي الامور الاساسيه هذه برك باش تفهمها. ماهوش ضد الجزائر
هو ضد انك تروح تطيش سواردك وتجيب رؤساء وملوك وانت بلادك ما زالت بتيكي على الحليب وشعبك ما زال مسكين ولاده في اللامورغ لانه خرج حراق. راك فهمني يا اخوي العزيز. دونك ما همش ضد الجزائر باش يعاديك. انت تقول انا ما فهمتش خطاك انت صح ما فهمتش كما يقولوا. فوالا ما كان لها نزيدك. بالنسبه قلت الوزير سب الجزائر واهان الجزائر ماشي مشكل يا اخي. الوزير تلاقى بتبون تبون يا اخي حتقول له انت تنا وعليه راك ساكت تبون تلاقى وسلم عليه وصافحه وعليه ما قالوش التم على تسب الجزائر. علاه تلوم في الناس يعني المواطن تقول لهم علاه ما تهدروش وما تلومش تبون لانه كان التم. علاه في الاجتماع ما جبتش تبون القضيه وراكم كذا وديروا علاه سقسي هو اصلا معموله للشياده لكن لم يتجرأ تبون ربما لامور تهمهم. على كل حال مش ندخلوا فيهم ولكن ما جبتش الموضوع. علاه ما جبتش الموضوع؟ علاه تلوم من الناس اخرين تقول لهم علاه ما تجبدوش الموضوع وانت المعني بالامر ما جبتش الموضوع؟ انت تحكي على التطبيع والجاره وتطبع وهذا خطر لينا. علاه ما هدرتوش في الاجتماع؟ علاه تبون ما هدرش وقال يا خاوتي احنا نحسوا باللي كاين تهديد ونحسوا باللي اليهود اللي قربوا لينا ولا الاسرائيليين عفوا اللي قربوا لينا في الحدود هذا دليل انه رانا نحسوا روحنا في خطر. دونك علاه ما هدرتش؟ ما جبتش المشكل خلاص. ربما كان الاخر انا حيرد له بطريقه اخرى وانت وعلاه تسلح في كذا وانت تجيب كذا وتولي تسمى ما لا خلينا نهضروهم بركه في الاعلام وخلي الناس لا تاكل بعضها. ولكن كانت فرصه ان نتكلم ما تكلمش واني مشني راح نغيص في هذا الشيء نشوفوا تبون كيف يدخل في قصر المؤتمر. تفضل خويا المخرج. سيد الرئيس كلمه. سيد الرئيس كلمه. كلمه سيد الرئيس. سيد الرئيس كلمة عن القمة سيد الرئيس. الله يخليك شكرا كريمة. شفتوا خف جا داخل صحافة كلمة ما إلا في بان في يهدر تحيا الجزائر. بالك ما عندوش واش يقول ساس كومبرون. ما كيما قالت الأخت نزيهة ما قام يقول معليش كون جا سليماني راه دار لنا تصريح يقتل على خويا معليش قال واش ساتوري أيام الاجتماع ما عنده واش يقول أخواتي ساس كومبرون حتى لهنا. أنا جو بونس كو سي لوجيك يدير بعد كونفيرونس إن شاء الله غدوة ولا نهار آخر شكرا لكم ويطلع في الدروج. أي الندبة درك تجي لما طلع في الدروج راك تشوفوا هذاك الدروج اللي لهيه طلع الفوق خلاه وبعد تفشل. ها هو واش صرا. تفضل خويا المخرج. شهادة مهبيلة جاو قدامه قلنا نعطيهم كلمة قال لهم لا تحية الجزائر راح طلع الفوق قال لهم هيا درك نديروا كلمة. هزوا لي بارش تقول لي نحيو في الهندي يا خالتي طالعين كيما مش يد لدي المؤتمر صحفي جابي صرات واش حطيش روحك الشيخ واش راح تديش مهبيلة ده المؤتمر صحفي بدوزيام ايطاج هاك جيبوا باليه زيدوا ربطوها وطلع الفوق الاخر يقول طلعي وهبطي والاخرى الصحفيه قلبوا ربا يطاطع في السؤال يا سيد الرئيس ما رايك في هذه وش هي عاودي ما رايك وش بيك وما شفت مهبيل وهزيد روسهم وش كاين وكان بحداك مديت كلمه والله ما تولاتش حتى هبلنا سي وهل مد كلمه برك ولا صور لا مد مؤتمر صحفي حط لا فيديو اللي وراها اخويا المخرج. الفلسطينيه انتفاحها نشر فيه اولا
مع سي العمامرة يعطيك الديتاي تاع مستهبل يا خوتي، داير مؤتمر كيما هكا كيما في العزيز كيطلوا على البالكون ويجي مارشان واش تبيع عاشر بيع البطاطا الزيت ونبيعوا قداه طماطم يا ولدي، هو دير مؤتمر صحفي، هو تهضر مع الناس عادي، تبهديله يا خوتي والله تبهديله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم، الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.